وهادشي اللي غادي نشارك معكم الليله ما غادي نعرفو حتى دخلت في الصيف للمغرب. قال لي بغيتك توعديني بلي انك تولي تصلي، وصراحه ما عرفش السبب اللي خلاه انه يطلب مني هذا الامر. دخلت الجوف الدار كان ماشي هو هذاك، وهنا دخلني الشك في هذا الامر. شويه غادي تنوض كتغوت كتحلف وكتقول لي لا راه ماشي انا، لا هبطوا بزوج وطلعوا بزوج. انا ما قدرتش نتحرك من بلاصتي وبديت نقول ولي واش بابا تصدى شنو واقع. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. الذكر غادي يبان لكم بدل حيتاش انا حاليا كنوجد الحلقات نتاع رمضان ان شاء الله، دونك كنبدل السيت اب جديد. قبلوا عليا هاد الحلقات اللي جايين، غير ما بغيتش نغيب عليكم وقلت نبدا كنطلع لكم باذن ما يجي رمضان ان شاء الله ونمتعكم معايا بحلقات يوميين ديال السيره النبويه وما ادراك ما السيره النبويه. ما عرفتش صراحه واش غادي تتبعوني كاملكم، ولكن غادي نوعدكم باللي انه غادي نسافر بالارواح ديالكم عند الحبيب ان شاء الله. هاد الايام ما غاديش يكونوا حلقات دينيه حتى يوصل النهار ديال رمضان، لانه كيف قلت لكم الشهر كله غادي يكون حلقات دينيه ان شاء الله. المهم هاد الايام غادي نبرعكم بالحكايه ديال الناس بعد ما يوصل رمضان بالسلامه. ونسيت ما قلت لكم عواشركم مبروكه، الله يدخل علينا هاد رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه وفي اي حاجه في خاطرنا وقلوبنا، ويجعل مولانا انه يقضيها لينا. اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار كيف العادة تعودت على الكلمات ديولي الدار دارك. المهم جلسوا وارتاحوا وتوجدوا معايا لواحد الحكاية نتاع واحد البنيته من القناة اللي بغات تشارك معنا قصة من القصص ديال الجن اللي كانوا وقعوا للعائلة ديالها. إذا كانت أنت عندك شي قصة بحال هاد القصص وعشتيها ما تنساش أنك تشاركها معنا. ما تعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. كتقول أسماء حنا عائلة اللي كتكون من ماما وبابا وثلاثة ديال الخواتات، أنا كنت هي الوسطانية. بابا وماما كان واحد الناس اللي هما موظفين عاديين الحمد لله ميسورين. القصة ديالي اللي غادي نشارككم ليلى غادي تبدا في سنة 2017 اللي فيها اختي الصغيرة كانت عندها 12 سنة. انا هذيك الوقت كنت كنكمل الدراسة ديالي في اوروبا، وهذا الشيء اللي غادي نشارك معكم ليلى ما غادي نعرفه حتى دخلت في الصيف للمغرب، حيت كان والديا مخبيين عليا هادشي. وصراحة وانا في الغربة كنت حسيت بلي انه كاينه شي حاجة ماشي هي هذيك، ولكن ما عطيتهاش اهمية. قلت يمكن حيتاش هما دابا حاليا ما مخلينيش باش انني نخدم، وهما اللي تيخلصوا عليا قرايتي وكرايا، ربما انهم مزيرين ماديا. اما هادشي اللي كنت كنوهم به راسي. اما خواتاتي البنات عمرهم ما شاركوا معايا شي حاجة، حيت والديا كانوا قالوا ليهم سكتوا. باقا كنعقل واحد النهار كنت خارجة مع صاحبتي غادي يعيط ليا بابا، وانا كنت قريبه منه زعما بزاف. قال لي بغيتك توعديني واحد الوعد. اما هو قال لي بغيتك توعديني بلي انك تولي تصلي، حيت الله يسمح لي ما كنتش كنصلي، ولكن واخا وعدته ما قدرتش نحافظ على هذا الوعد. غادي نصلي غير شي اسبوع وقطعت، ومع كنت ملهيه مع قرايتي واخا هادشي ماشي اعذار، المهم ما غاديش نوفي بالوعد ديالي. وصراحه ما عرفش السبب اللي خلاه انه يطلب مني هذا الامر. قلت يمكن خاف عليا من الغربه، خاف عليا انني نتلهى مع الدنيا. وباش نحطكم في الصوره ديال كيفاش داير بابا، هو قاري في احسن مدرسه ديال التجاره في المغرب، وحاج هو باقي صغير. يعني بابا واحد الانسان اللي هو معقول وتيعرف ما بينه وما بين مولانا، ولكن ماشي من داك النوع اللي متشدد الدين في الدين، غير هو كلشي بحدود. المهم غادي يدوز العام غادي ينجح، وهنا غادي نهبط للمغرب كيف مولفه. اربع ايام قبل العيد الصغير في رمضان باقا كنعقل، دخلت الجوف الدار كان ماشي هو هذاك، واحد الدرجه كبيره وغريبه. غادي نلقى بابا ضعف بزاف، ماشي هو هذاك. ماما حتى هي ضعفت وجهها كحال. فاش تنجلسو كنفطرو ديك الساعه في رمضان كنت كنحس بلي انه كاينه شي حاجه، ولكن انا من النوع اللي ما تيطرحش الاسئله. وفوق هذا ما شكيتش بلي انه راه مخبيين شي امر اللي هو زعما غير طبيعي. هنا بقيت كنلاحظ شي حوايج، ولكن بلا ما نربطهم مع شي حاجه نتاع الجن، لانه حنا وسط عائلتنا عمر ما وقع لينا هاد الامور اللي غادي نحكي لكم من بعد، او لا شي حاجه اللي عندها علاقه بالسحر او لا الجن او لا ايا كان من هذا العالم. صحيح انه فايت لينا كنسمعوا به، ولكن الله يسمح لي انا شخصيا ما كنتش كنامن به، وما كنتش كنامن بلي انه راه يقدر يتلبس بك ولا ياذيك، حيت عمرنا ما عشنا هاد الامور. وفوق هادشي كله ما معمرينش ريوسنا، وكيجوني القصص نتاعهم شي حاجه اللي هي غير منطقيه وما كيتقبلهاش الدماغ. فهاد اللحظه غادي نلاحظ التصاور اللي في الدار كلشي محيدين، وهنا دخلني الشك في هذا الامر. حتى من الديكورات ديال الصالون محيدين، وفي الصاله كانت واحد التقبه اللي هي في السقف،
لقيت خواتاتي ديما كيصلي وسورة البقرة ديما مطلوقة في التلفازة. نهار من مورا 27 بقى كان عقل ما عرفش واش كاين هذا التفسير لهذا الأمر، ولكن تنسمع بلي أنه الجن تيكونوا مشدودين طول رمضان وكيتلقوا ليلة 27. كان عقل النهار اللي غادي يتبع 27 كنت جالسة أنا وماما تنصيبوا الحلوة نتاع العيد، وأختي الكبيرة كانت متكية شوية غادي تنوض كتغوت كتلقى شعرها عامر بالكريم. مشات عند اختي الصغيره بدات كتغوت عليها تتقول لها علاش عمرتي لي شعري بالكريم. ماما كانت غير كتبرد ما بيناتهم حيت كانت عارفه السبب، وحتى هما كانوا عارفين السبب، لكن ما شكوش في شي حاجه اللي هي غير منطقيه. انا غادي نمشي عند اختي الصغيره بديت كنخاصم عليها شنو هاد البساله، كتحلف وكتقول لي لا راه ماشي انا. خوتي كانوا عارفين باللي انه هاد الشيء راه كاين، ولكن حيت رمضان وحبسوا بزاف ديال الامور اللي كانوا كيوقعوا من قبل حتى الليله ديال 27 عاد غادي يعاودوا يعيشوا المعاناه من اول وجديد، لكن انا شخصيا ما كنتش عارفه بهذا الامر. المهم ماما قالت لي اختي نوضي غسلي شعرك وحيدنا داك الشيء، وهذه هي كانت اول حاجه وقعت في الاواخر ديال رمضان. فهاد الوقيته احنا كان عندنا واحد البيت في الجرده، كنا ساكنين في فيلا، ولكن داك البيت كان في لاكاف اللي حاطين فيهم ماكينه ديال الصابون الكونجيلاتور وشي تخربيقات. كانت ماما اذا بغات تجيب شي حاجه من تما كتقول لي هبطي جيبيها ليا انت واختك. نقولها لا ماما علاش ما غاديش تهبط معايا، غادي نهبط انا بوحدي، واش هذه اول مره غادي نهبط؟ هي كانت تصر وكتقول لي لا هبطوا بزوج وطلعوا بزوج. انا فاش هبطت مع اختي قلت لها صافي غير سيري سيري، واش انا كنخاف من الظلام؟ وفعلا انا ما كنتش كنخاف حيتاش هكذا كبرني بابا ديما تيقول لي ما تخافيش. المهم قلت لها طلعي في حالك دابا نجبد داكشي اللي بغات ماما ونتبعك. فاش ماما شافتها طلعت بلا بيا بدات كتغوت، قالت لي لا ما تخليش اختك بوحدها طلعي انت وياها. ماما كانت خايفه حيتاش كانت عارفه شنو وقع لهم عام كامل، ولكن انا ما كنتش عارفه والو وعاد جيت خافوا لا توقع ليا شي حاجه. تنقول لهم مالكم دايرين هاد الحاله ومركبين في البنات الرعب؟ درت فيه وقلت لها كيفاش غادي يكبروا هاد البنات؟ انا والله ما فهمتكم. الليله ديال العيد بابا غادي يخرج باش يصلي الفجر في الجامع، من بعد جا دخل كنا ناعسين انا وخواتاتي اللي كنا كنعسوا في بيت واحد. شويه تنحس بيه بلي انا دخل وهز واحد الرشاشه وتيرش في القنت ديال السقف ديال البيت وكيقرا. انا ما قدرتش نتحرك من بلاصتي وبديت نقول ولي واش بابا تسطى؟ شنو واقع؟ شنو كيدير؟ غادي يجي لجهتنا حنا بناتو وغادي يرش في يديه الماء وغادي يمسح لينا به على رجلينا، وبدا تيقول شي حاجه بفمه. كنت عارفه بلي انه كان كيقرا القران، ولكن علاش انا فايقه لكن ما قدرتش نتحرك ولا نفتح عيني؟ هادشي غريب وانا ما كنتش معوده عليه، مال بابا ولا بحال هكا؟ حسيت نوعا ما بلي انه دارنا بحال تشددوا في الدين بزاف ولا شي حاجه من هذا الامر. كلشي ولا غير غير كيذكر في كل دقيقه كيصلي والقران كل وقت. اش تبدل في مده عام؟ باش نوهم راسي اولا نصبر راسي كنقول ياك ما حيت بابا كبر في العمر اختار باش انه يولي بحال هكا. معروف انه الناس باش يقربوا يشدوا التقاعد كينقصوا منهم بزاف ديال الحوايج. المهم غادي صباح صباح، ولكن ديما ما قدرتش نسول بابا علاش ما داكشي اللي كان وقع في الفجر. انا غادي يبداو التساؤلات ديالي، علاش ديما ترقي القران وشنو السبب؟ الجواب نتاع ماما كان هو انه القران مزيان انه يتطلق في الدار باش يحصنها ويحصنا حتى حنا معاها. صباح العيد صبحنا فطرنا، وحنا كانت عندنا واحد الدار في البحر اللي ما كانش بعيده علينا بزاف، غادي نمشيو ليها ندوزو في هذيك يومين ديال العيد. فطرنا في دارنا جمعنا حوايجنا ومشينا. كان عقل غادي نمشيو على اساس باش اننا نكونوا وقت العشاء تما نتعشاو. مشينا وصلنا وجدت لينا ماما بليصنا فرشنا لي زهور والمخاد، وبقى كان عقل كانت السهره ديك النهار حطات ماما العشاء وبدينا كنضحكوا. بعد ما سالينا السهره ديالنا ماما وبابا غادي يمشيو باش انهم ينعسوا، حنا الخواتات بقينا جلسنا كنتفرجوا، ولكن قبل ما تمشي ماما قالت لنا سيروا نعسوا مع بعضياتكم. المهم كانت كتوصي وتصر باش اننا نكونوا مع بعضنا، واخا هكاك ما كنتش انا مركزه على هاد التفاصيل اللي كانوا في هضرتها. بقينا جالسين واحد الوقيته اختي الصغيره غادي تنوض باش انها تلصق الناموسيه ديالها مع ديالي، وانا رفضت قلت لها لا بلاش غير خلينا هكا راه حنا المهم مجموعين في بيت واحد. صارت السهره نضنا حكينا سنانا غادي ندخلوا لبيتنا باش غادي ننعسوا. الدخله اللي غادي ندخلوا للبيت انا كنت هزه واحد لاتروس ديالي فيها كان الشامبوان ديالي والكريم ديال الشعر وامور اساسيين. شويه غادي نلقى الكريم مجلخ فوق لي زور اللي فرشات لينا ماما مطليين من فوق المخاد. بديت نغوت ونقول شنو هاد التخربيق، طلع لي الدم وبديت كنغوت وبقيت كنتغاوت مع خواتاتي كنلومهم وكنلوم حتى اختي الصغيره حيت كيصحاب ليا بلي انه منين ما خليتهاش انها تلصق الناموسيه ديالها مع ديالي بغات تنتقم مني بهذه الطريقه، ولكن ماشي من عوايد خواتاتي انهم يديروا هذا الفعل. انا اصلا ما لقيت حتى شي تفسير اخر من غير هذا. هي اختي الكبيره بقاو مصدومين وتيقولوا لا راه غادي نفيقوا ماما وبابا كلهم كيترعدوا. تنقول لهم واش من نيتكم؟
مشاو تيجريو عندهم، جاني هاد التصرف ديالهم غريب، باقا كنعقل مشاو فيقوهم وناضو قفزو والديا، حيتاش ولفو لمدة سنة هذاك الرعب اللي كان تيوقع لهم. بابا كنت تنشوف فيه خيبة الأمل في عيني، لأنه كان تيصحاب ليه باللي داكشي حبس مع رمضان، لكن لما خرج رجعوا هاد الأمور الغراب. ماما هنا غادي تقول ليا أسمع لا راه ماشي خواتاتك، أنا بقيت غير حالة في أمي وكنت رعد، ما لقيت حتى شي تفسير واحد اخر، عقلي وقف. تنقول لها كيفاش ماشي خواتاتي، شكون زعما غيكون؟ شدني بابا من يدي وكان عقل غادي يدخلني الصاله وجلسني وبدا كيشرح ليا. قال لي يا بنتي هذا عام باش عندنا سحر في الدار، وهذا الشيء ولفنا انه كيوقع لينا، وحنا دابا راه في المرحله نتاع الرقيه. كنت كنعقل بقيت مصدومه. قال لي راه كان كيسحب ليا بلي انه هذا الشيء حبس مع رمضان، وداك الشيء علاش كنت كنقول لك صلي وشدي في صلاتك، وداك الشيء علاش كنخافوا اننا نخليوك بوحدك لا توقع لك شي حاجه. انا دابا حاليا كنهضر معكم كنتفكر داك النهار مع التفاصيل ديال الكلام ديال بابا، قلبي تيضرني. من بعد ما شرح ليا غادي ينعس معنا، حيت الصراحه تخلع ديك ليله بزاف. بابا كان شرح ليا بالمنطق وكان قاري وواعي وحاول باش انه يقلب ويجتهد في اطار الدين. قال لي من بعد ما بحثت وسولت لقيت بلي انه ما خاصكش تسلم، وانك ما تخافش ولا تبين ليهم الضعف ديالك، وخاصك تكون تايق بلي انه هذا الشيء راه فايت وما غاديش يضرك، خاصك تكون قوي في الايمان ديالك ومتاكد من هذا الامر. سبحان الله ديك الكلام ديال بابا غادي يعطيني القوه. فعلا ديك الليله ما نكذبش عليكم دازت عليا صعيبه فاش سمعت هذا الخبر، حيتاش تنقول كاين شي حد معانا زايد. صباح فقنا عادي، فطرنا بحال حتى شي حاجه ما وقع، كنحاولوا نتناساو هذا الامر. في الليل عاوتاني فاش غادي نبغيو نعسو غادي نلقاو نفس الحاجه. جهلنا الامر ما فيقناش هذه المره ماما وبابا، حاولنا اننا نخلقوا الجو ديالنا كانه حتى شي حاجه ما وقع. غادي نزيد معاهم شهر واحد اخر وغادي نشهد على بزاف ديال الامور اللي غادي نشاركهم معكم، ولكن من بعد كلشي تحبس دقه واحده. دابا غادي نعاود لكم شنو السبب نتاع هذا الشيء وشنو وقع هذا العام كله اللي ما كنتش فيه. بابا غادي يلقى واحد الراقي اللي تيخدم غير بالقران، ماشي سهل باش انك تلقى راقي اللي كيخدم اولا معتمد على القران، انه كاينين اللي كيخلطوا. المهم هو غادي يلقى شي واحد اللي كان متمكن. لما هاد السيد كان تيقرا القران على كل واحد فينا، تحد ما كانت تتوقع ليه شي حاجه، يعني تحد ما كانت مآذي الا اختي الصغيره اللي كانوا كيبانوا فيها شي امور اللي هما غريب. غادي تجيكم غريبه وعجيبه كيفاش جا هاد الشيء وعلاش اختكم الصغيره الى ما اخره. قال لنا الراقب لانه غادي يتجسد في الدار وعن طريقها هي. كانت عندنا الدار كتسيل بالماء من الداخل، ماما قالت لي بلي انه الصاله ديما كانوا مطلعينها مهبطينها باش انها تنشف. قالت لي عييت وتقهرت بالعذاب ديالها. كيفاش هذا الامر عنده علاقه مع اختي الصغيره؟ من بعد ما غادي يجتهد بابا في البحث ديالو غادي يلقى بلي انه فيما تحركت لشي بلاصه وبقات بوحدها كيخرج في ديك البلاصه الماء، وكان الحل هو انه اختي ما تبقاش بوحدها. تخيلوا غير باش انا تخرج من بيتها تدخل الكوزينه تيبداو يعيطوا فلانه سيري جلسي مع اختك. ديك الساعه فاش كنت جيت الحمام كنت كنلاحظ بلي انه اختي الصغيره ما كانش كتدخل ليه بوحدها، يا اما مع ماما يا اما مع اختي، المهم هي ما تكونش وحده. تخيلوا كانت واحد النهار غادي تدخل عند الجيران ديالنا، فاش ناضت لقاو بلاصتها فازقه. كان امر غريب، كان عندنا شك بلي انه هي اللي كانت مقصوده بهذا السحر، لدرجه انها كانت تقول الراقب بلي انها كانت كتحس بشي حد كان تيدوي ليها في ودنيها وتيسولها على دارنا. هاد الشيء كله كانت كتعيش اختي وعندها غير 12 سنه. كانت قالت لي ماما راه كانت النافوره ديال الماء كتخرج من الصاله، وحنا ما فهمنا والو، كان السقف كيهبط منه الماء. انا متاكده بلي شحال من واحد فيكم غادي يجي هاد الشيء غريب وبلي بحال كانت تفلى معاكم اولا اخترعت القصه، وتقدروا كاع ما تصدقونيش، ولكن ما يقدروش والديا وجده انهم يخترعوا هاد الكلام مع داكشي اللي شفت انا وشهدت عليه بعيني. هذيك التقبه اللي كنت قلت لكم عليها في الاول ولا باقيين عاقلين عليها كانت في الصاله. بابا ما كانش مستوعب هذا الامر فاش بان ليه الماء، قال اكيد شي مشكل في شي جعبه، في شي جعبه اللي كدوز الماء. غادي يتقب السقف وطلع فوق السطح ولقى الجعبه اللي كدوز الماء، غادي يحلها، غادي يدير ملون في الزرق في داك الماء باش يشوف واش المشكل في الجعبه، ولكن والو حتى شي حاجه ما هبطات وماشي مشكل في الجعابي. منين كيخرج داك الماء الله اعلم. جبنا البلومبي جبنا البناي كلشي تيقول ما كاين حتى مشكل. من بعد 3 شهور ديال التقلاب غادي يقتنعوا بلي انه هذا الشيء اللي كيوقع راه فوق الطبيعه. هنا فين بابا غادي يبحث وغادي يلقى واحد الراقي اللي كان مناسب وغادي يقول ليه باش انه كلشي يولي كيصلي في الدار وكلشي يكون ديما على وضو باش يحافظ على نفسه ويحسنها. اختي الصغيره بقوه داكشي اللي كان تيوقع لها غادي تحفظ سوره البقره. بابا وماما ديما كيرشوا الماء ديال الرقيه وكيدوشوا لاختي بالماء ديال الرقيه اللي ما خصوش يتلح في القادوس، وكانت ماما كل مره تغسل ليها خصها تهبطوا للجرده
فين تسقي به. كان العذاب مع واحد القوانين وواحد القواعد اللي كانوا دايرينهم في الدار. صحيح انه بقى في الحال انني ما كنتش في ديك الوقت باش انني نشاركهم همومهم، واخا ما غادي نقدر نبدل والو. كانت حاجه واحده اخرى كتوقع، بما انه اختي الكبيره كانت عندها علاقه وطيده مع حوايجها وما كتبغيش ليقيتهم ليها، كان ديما كتجي كتلقاهم فازقين وسط البلاكار اولا كتلقاهم مليوحين عند الشارع. ديك الدار ديال البحر غادي تلقى والديا ان فلوسهم كيتزادوا بعض المرات الدراهم 10 دراهم، واحد الفلوس اللي كانوا قلال. غادي يشرح لهم الرقيب لانه اذا كنتو كتجمعوا داكشي اللي تزاد كانه داك الجن غادي يبدا يزيد يطمع عليكم ويزيدكم اكثر باش انكم تقربوا منه. فوصاهم الرقيب باش انه ديما داك الزيد يخرج يتعطى صدقه، المهم ما يتخلطش مع الفلوس ديالهم. وكانوا تلقاو حتى الحوايج ناقصين من النشير. حاجه واحده اخرى اللي وقعات وكانت غريبه انه كانت جده عندها دارها فوق منا، كانوا خواتاتي بيتين عندها واحد الليله. في الصباح غادي تهبط جده باش انها توجد عندنا الفطور باش يهبطوا خواتاتي يفطروا، غير هي طلعت باش تعيط لهم كانت حاطه شي صوله ديال الصباغه باش كانت كتصبغ دارها. طلعت غادي تلقى واحد الكارثه، الصباغه متلصه في كاع البلايص تخلعات وكانوا الحروف مكتوبين في الحيوطه ومقلوبين. هنا غادي تعيط على بابا اللي غادي يجي كيجري وبداو كيجمعوا ديك الروينه وكيمسحوا. حاجه واحده اخرى، كانت جده ديما حاطه عندها التصاور ديال حفايدها كلهم، وغادي يلقاو كاع التصاور مضروبين الا ديالي. ما عرفتش علاش، واش حيتاش انا ما كايناش ولا كنت بعيده او غير معنيه بالامر. اختي الصغيره غادي تعذب بزاف، وكان عندنا صراحه نشك في واحد الانسانه حيتاش اختي عطاتنا تلميحات لانه فاش دينا عندك الراقي غادي تغيب عن الوعي، والجن اللي غادي يتكلم فيها يقول بلي انه واحد المشعوذه معروفه كانت جارتنا اللي كانت ساكنه حدانا. السبب اش دارت هادشي ليومنا هذا الله اعلم، ما عرفناش عليه. المهم غادي نتحولوا من الفيلا وغادي نسكنوا في شقه باش نبعدوا من هذا الاذى. الحمد لله اليوم اختي تشافات، والديا ما بقاوش تيحملوا نهائيا انهم يتفكروا او اللي يجبدوا داكشي انه كانوا معانات كثار. انا شاركتكم قصتي العجيبه والغريبه باش نقول لكم بلي انه هادشي حقيقي وكاين. الرقي غادي يعاود لبابا واحد القصه قصيره اللي كانت وقعت ليه، قال ليه بلي انه كان عند شي ناس اللي دارهم كانت كتسيل بالدم، وبلي هادشي اللي كتعيشوه نتوما راه والو مع داكشي اللي شافوه هو. انا فاش سمعت هادي تخلعت، انا ما عرفتش هاد الناس اللي تيأذيو خوتهم زعما لاي سبب. ما كايناش شي حاجه تقدر تشرح انك تأذي الاخر بهذه الطريقه ديال التعويض. انا بغيت نقول اي واحد كيدوز من هاد المرحله حاليا كنصحو انه يتحسن بالاذكار ويصلي ويعرف بلي انه حتى هاد المخلوقات اللي كيتصيفطوا باش انهم يأذيو راه الله فوق من الجميع، والله قادر باش انه يحفظك وانه ينهي هذه المساله في رمشه عين. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. عن تجربتنا وعن حالتنا كيفاش تمشى هذا الشيء وبرينا ولينا اليوم الحمد لله، بغيت ننصحكم انكم ما تخطاكمش سوره البقره والرقيه وتبحثوا على راقي اللي كيخدم غير بالقران وتيخاف الله، وخا صعيب تلقاه في هذا الوقت. وهذه هي كانت قصتي، وهذه هي كانت حكاية أسماء. كنتمنى أنكم استمتعتوا بها. دمتم في رعاية الله وحفظه. نتلقاو في مقاريب. سلام سلام.